خليني ابدا مع حضرتك النهارده ذكرى وفاه محمد عبد الوهاب. حضرتك كنت متواجد في الملعب. في الملعب طبعا. كنا موجودين. مش في الملعب، متواجد جنبه. كلنا كنا الحقيقه في اللحظه دي. الحقيقة. مهم جدا ان الجيل الجديد يعرف قد ايه ليه احنا بنحب محمد عبد الوهاب، ليه دايما متذكرين محمد عبد الوهاب. هو اللي بيعيش جوه جدران النادي الاهلي بيكتسب بعض المكتسبات حتى لو كان هو ما عندوش المكتسبات دي قبل كده. بيخش النادي الاهلي الجو المحيط بيه بيجبره ان هو يبقى يعني يمشي في التراك اللي هو بتاع النادي الاهلي. محمد عبد الوهاب جاي جاهز، جاي شخصيه محترمه مهذبه. انا فاكر اليوم ده كان يوم صعب، انا لسه كنت بحكي. لا وقفنا شويه في الجيم. كان هو عامل بالليل الاغنيه بتاعه سيد فرحان قوي بقى. انا طبعا كنت قبل كده عامل كاسيت والتكنيك بتاع التسجيل والحاجات ده، عارف. هو بقى فرحان بقى بتكنيك التسجيل وبيحكي لي، وهو محمد كان بيدندن دايما معاكم. والتراك بتاع المزيكا ازاي، وودنه فيها المزيكا وهو بيلخبط في الاغاني عادي جدا يعني. مفيش اي مؤشرات او مقدمات انه ده اخر ساعه في حياته يعني، سبحان الله. وبعدين قعدنا القعده بتاعتنا بتاعت منو الجوزيه دي اللي على الدكه وضحك وتهريج واحمد السيد والميسي وبتاع، ونزلنا الملعب كنا بنلعب تقسيمه صغيره، كنا بنلعب 4-2 في الناحيه اليمين اللي عند الملعب. من الناحيه الثانيه. مش من ناحيه بعد الجامع. بعد كده التقسيمه اللي هو حصل فيها كده. هو لا في الاربعه ضد اتنين دي باصة كده ووقع. انا فاكر ان كانت عربيه شيتوس هي اقرب عربيه للملعب. مظبوط. كان راكن في وش الباب اللي هو في الملعب. جري جاب العربيه وخد دكتور ايهاب واحنا طلعنا على المستشفى كلنا. كان السر الالهي طلع. لحظه الدكتور ايهاب كنت انا وحضرتك وكنا كلنا موجودين. اللحظه كلنا كنا قاعدين واقفين، الدكتور ايهاب دخل له جوه وطلع. اللحظه دي كانت اعتقد اصعب لحظه، لما كنا كلنا مستنيين نسمع. بس كلنا كان عندنا امل ان هي يعني اغماء. يعني انا بقول لحضرتك كلنا كنا مستنيين اللحظه. بس رحنا طبعا المستشفى كلنا وكان طبعا هي المفاجاه مش في الموت. الموت ربنا سبحانه وتعالى كلنا اللي هيجي ساعته هيموت طبعا، لكن المفاجأة إن الموضوع كان طبيعي جدا، ما فيهوش أي مقدمات، يعني واحد عمال يحكي ومبسوط وما فيش حاجة، والأغنية وعاجبة الأغنية والمش عارف إيه والحكايات والروايات. ونزلنا الملعب ونزلنا هرجنا في الأول ونزلنا الملعب، الدنيا كانت ماشية عادي، فكانت الأمور طبيعية جدا، ولكن لكل أجل كتاب يعني. ودايما لو حضراتكم تاخدوا بالكم وإحنا بنتكلم، اللي عاشر محمد عبد الوهاب دايما هو بيتكلم تلاقيه مبسوط وبيضحك يعني. حتى واحنا بنتكلم عن وفاة محمد عبد الوهاب بنبقى مبسوطين وبنضحك، لانه احنا عارفين ان هو قريب من ربنا جدا يا كابتن ناجي. لا محمد كان شخص استثنائي. يعني عمرك ما قعد في جدران النادي الاهلي قد ما قعد، عمره ما في مشكله، عمره ما في يعني دايما. وعاديه جدا ان انت تلاقي اتنين لعيبه يحصل بينهم سخونيه في الملعب ويحصل. محمد لا، محمد ما حصلش. مش فاكر يعني، غير ان هو يقعد يقلد محمد فؤاد. ايوه يغني لمحمد فؤاد. أيوه. حبيبنا واخونا طبعا. يهزر يضحك، كان مبسوط جدا بوجوده في النادي الاهلي. لانه كان حلم من احلامه انه يبقى موجود في الجو النظيف دوت والجو الطيب دوت. وكان وقتنا انت عارف وقتنا احنا كنا بناخد 5 بطولات في السنه. أيوه. كل البطولات كنا بناخدها. أيوه. يعني جو السعاده اللي كان موجود في الوقت ده اعتقد ما كانش موجود في اي نادي في العالم. يعني لما تاخد دوري وكاس ودوري ابطال العرب وافريقيا والسوبر الافريقي كل ده في سنه واحده. فتخيل كل بعد بطوله لو فرحت 5-6 ايام هتلاقيك فرحان في السنه 300 يوم. ايوه يعني واخد بالك. صح. فكان كان جو يعني ممتع جدا، وعشنا يمكن اكتر من 10 سنين في الجو ده يعني. كان كله جو جميل الله يرحمه، ودايما هيفضل محمد عبد الوهاب في قلوبنا وعمرنا ما هننساه.